مامي يتو بامي يت وما عندي لا وليدات وليداتي هما نتوما وليداتي في الزنقه كنشوفهم الحبيب ودابا يرميوني ما عنديش انا كنطلب الله الحبيب وكنرغب ربي وليداتي اللي كيسمعوني المرضيين المحسنين هما راهم ظالمينها هي باغينا نخرجوها من الدار هي ما عندها فين غتمشي ما عندها لا ولد لا ولد لا بنت لا حتى شي واحد الا الله اللي عندها حنا باغين تجلس في دارها خليوها تجلس في دارها حتى يدي من الامانه امانه يديو حيوطهم فين غادي يشردوها غير دابا فين غتشرد هاد المراه اللي هكا في هاد السن هذا لا ولاد لا حتى شي حاجه 20 عام ولا 19 عام ديال الزواج فين غتشرد كنت كنسكن انا وليدي في العروبيه وكنت انا وراجلي كناكلوا اللي كتب الله ومن جاو شافوه من شافوه كبر هكا جاو قالوا له شرينا لك بالدار نجيبوك ليها جابوني ليها من جابوني ليها وليدي قعدت فيها 3 شهور وتوفى لي مول الدار الله يرحمه من توفى لي جاو مرت ربيبي وربيبي قال لك تخرجي لنا من الدار ديالنا ملي قالوا لي انا تفاجات بحال جاو تصدمت قلت له الدار كتقول دباك وجدتني دابا فيه ترميني ما عنديش عندي خويا بالكروسه وليدي مسكناه غير نسيبته كريالو بالكروسه كيخدم كينده بها كروسه كيندها بيدي ما نويتش حبيبي انا درت فيهم الثقه انا حسب انا والحسبهم وليداتي وهو دار لي هذا الشيء وليدي وليني الله راه ما يبغيش والله راه كيشوف قالوا لي الدار ماشي في السميه دراجلك ما نجيش قعدت في الحروبيه الناس كتهلا فيا كتعطيوني الزرع في العربيه كيعطيوني العشور كيعطيوني الزيت وعايشه انا نفس ما قديتش عليه مشيت نخدم الحبيب ما قديتش انا ما كنولدش الحبيب عمري وليداتي هما نتوما وليداتي اللي في الزنقه كنشوفهم يعني ولاد راجلكم ها ولد ربيبي وانا حاسبه وليدي ما حاسبهش حبيب ربيب حاسبه وليدي وما وهو يرميني وحشومه عليه يرميني العزيز ما عنديش انا ما خصنيش نشرب برا انا ماشي بنت الزنقه الحبيب انا بنت من تدار ومن العروبيه الحبيبه انا ما قاريه ما والو بوجديه ما كنعرفش وليداتي وهاد المرضيه اللي جات معايا كتوكلني خويز وكتصب لي حويجاتي والجيران ديالي كيعطيوني اللي كتب الله كيعطيوني دواء طايب كيعطيوني مره يجيبوا لي سنيده مره يعمروا لي مرضيه الوالد البوطه كنلقط الحبيب خبيز كان يلبسها هي عندي في البيت كنبيعها كنشري بها تويده ولا لي خيه ولا هذا الشيء مات وليدي الله يرحمه انا سامحه له دنيا واخيره سامحه له بحال لي بحال بويا وامي انت والامه الاسلاميه كنت عمري ما ضيعتهم الا ضيعتهم الله الحبيبي حاسبني وربي انا هذاك الولد اللي غيخرجني غدا عند الله مني يعطيني راني ما نشدش منه وانا عاونيت الا ظلمتهم غدا يقطع من لحمي ونعطيهم والدعاء ما ندعيش فيه مول الدعاء قد بدعه انا الحبيب ما ندعي في التفوه الناس يشوفوا هذا الفيديو شنو تقول لهم كنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين مرضي الوالدين اللي كيشوفني ويشوف الحاله ديالي يساعدني ويشري لي بيات وانا كنموت بالبرد ما عندي لا طاله شي حاجه انت كتشوفني يا حبيبي وما عنديش اللي يخدم عليا لا وليدات لا والو الناس اللي كيعطوني ناكل والله كنطلب من الله يخلينا سيدنا وينصر الملك ويخلينا العزيز ديالنا مالكنا يخليه لنا الله وينصر وينصر الأسرة العلوية وبعد عليه شر الخلق هو عليه وعلى وليدات الناس هادشي اللي كنطلب انا حبيبي من المحسنين ما كنطلب حتى حاجه هذاك ولدو كان كيجي ويشوف هكا حداها هي كتهز في ديك الاب وديك السيد ما تتهزوش نفسه على ديك باه حنا كنطلبوا من المحسنين ومن الامه اللي فيه الاسلام ديال الخوت هو يراعي لهاد السيده هذه ما عندها لاش غتشرط في الزنقه وكنطلبوا من جلاله الملك حتى هو وكل شيء يراعي لهاد الحالات هاد السيده هذه راه ما عندها حتى شي واحد عندها غير الله وعندها هاد المحسنين اللي غادي يشوفوا في الحاله ديالها هاد الشيء اللي غادي نقدر نقول لك راه حنا ديك الحاله ديالها كتازمنا يوميا على البكا ما كاينش منين تدخلها واش مراه كبيره ما مشات تخدم بالفينيسي وما قدت طاحت جوج مرات كيهزوها كيجيبوها شديتها عندي انا قلت لها شوفي الا قبلتي عليا واخا انا راني الراجل سامح فيا وهادي اجي مرحبا قبلي على اللي عندي وانت عايشه معايا ولكن كيقولوا للدوام راه كتشوف وكنطلبوا هذا الشيء اللي كنطلبوه من المحسنين هما يشوفوا الحاله ديالها باغيين يخرجوها انا ما كنشوفهم كيجيو عندك كيقولوا لي خصك تخرجي من هنا هذا راه دارنا لا ما كيعجبليش الحال تا حنا عندنا وليداتنا وهاد الشيء حشومه عليهم ما يديروش هاد الخدمه هادي ها ما عندها لا بنتها لا ولدها لا فين غتمشي لها ما وراها مزيانه لا عمرها سلعه باش تدي لهم الدار ما غاديش تدي لهم الدار هنا غيبقى هاد الدار شكرا على المشاهده اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي
مرحبا بك.